بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم. موعدنا النهاردة مع الفيديو اللي هيوضح لنا امتحان صغير على الفصل الرابع. أول سؤال فيه بيقول علل لما يأتي. واحد، يتحرك مؤشر الأميتر الحراري ببطء عند مرور التيار الكهربي فيه. أول حاجة بنقول لأن فكرة عمل الأميتر الحراري بتبنى على التأثير الحراري للتيار الكهربي، على التأثير الحراري للتيار الكهربي. طيب امتى المؤشر يقيس قيمة معينة او يتوقف عند قيمة معينة؟ هنقول عندما يصل الى الاتزان الحراري، عندما يصل الى الاتزان الحراري. يعني ايه الاتزان الحراري؟ يعني كمية الحرارة المكتسبة من التيار، الحرارة المكتسبة من التيار بتساوي كمية الحرارة المفقودة في البيئة، تساوي كمية الحرارة المفقودة في البيئة عشان كده بيحتاج لفترة زمنية حتى يصل إلى القراءة المطلوبة. السؤال الثاني بيقول علل يصنع السلك الأساسي في الأميتر الحراري من البلاتين والإريديوم. أول حاجة بنقول لأن المقاومة النوعية لسبيكة البلاتين والإريديوم كبيرة. أدي أول سبب، المقاومة النوعية بتاعتها بتبقى كبيرة. الحاجة الثانية لأن معامل التمدد الطولي للسبيكة دي كبير برضو. طب يعمل إيه؟ يخلي أقل تمدد، حتى لو تيارات ضعيفة تتمدد بشكل ملحوظ حتى لو كان التيار ضعيف. السؤال اللي بعده بيقول علل يقل شدة التيار المتردد في الدائرة المهتزة ويقل فرق الجهد بين لوحي المكثف تدريجيا إلى أن ينعدم ويتوقف الشحن والتفريغ وينعدم التيار. هنقول بسبب فقد جزء من الطاقة الكهربية في المقاومة، من الطاقة الكهربية في مقاومة إيه؟ في مقاومة أسلاك الدائرة، في مقاومة أسلاك الدائرة وأسلاك الملف على شكل إيه؟ على شكل حرارة. عشان كده المفروض إن إحنا ندعم الدائرة من وقت لآخر بطاقة كهربية. السؤال اللي بعده بيقول علل برضو المعوقة الكلية في دائرة الرنين أقل ما يمكن. هنقول لأن إحنا عندنا الإكس إل بتساوي الإكس سي في حالة الرنين، معنى كده ان دول بيلاشوا كل منهما الاخر، يبقى باقي مين؟ يبقى باقي الار. عشان كده الزد في الحاله دي بتساوي المقاومه الاميه فقط، فهي اقل ما يمكن، وكذلك التيار بيبقى اكبر ما يمكن. السؤال اللي بعده عباره عن المساله دي بيقول في الشكل المقابل عندنا رسمه معينه اهي، بيقول في الشكل المقابل يوجد اتصلت نقطتين A و D، A كابيتال و D كابيتال. النقطتين دول متصلتين بمصدر للتيار المتردد. مصدر التيار المتردد ده جهده الفعال 130 فولت وتردده 60 هرتز. فإذا علمت أن R1 اللي هي هنا دي بتساوي 6 أوم، وR2 بتساوي R3 بتساوي 3 أوم، R2 وR3 اللي هي هنا دي بتساوي 3 ودي بتساوي 3، يبقى دي 6 ودي 3 ودي 3. بعد كده بيقول ومقاومة الملف الحسية، المقاومة الحسية اللي هي الإكس إل يعني بتساوي 8 أوم، اللي هي بتاعة الملف دي 8 أوم. ومقاومة المكثف السعوية اللي هي إكس سي بتساوي 3 أوم. احسب نمرة واحد شدة التيار الفعال. أول حاجة احنا بنقول الأي إفكتيف في الحالة دي هتساوي الفي إفكتيف، بس على مين؟ على زد اللي هي المعوقة الكلية للدايرة. فلما نيجي نحسب الـ V effective هو عطاهالنا ب 130، وعايزين نحسب الزد، هنقول للزد بتساوي الجذر التربيعي لآر تربيع زائد نفتح قوس اكس ال ناقص اكس سي والكل ايه؟ والكل تربيع. معنى كده ان الـ I effective في الحالة دي هتبقى بتساوي 130 على نفتح قوس ونقول الجذر، والآر دي الآر اللي هي ب 60، لا سوري، الآر
اللي هي التوتال بتاع ار واحد وار اتنين وار تلاتة. الار اتنين بتلاتة وار تلاتة بتلاتة يبقى تلاتة وتلاتة ستة. طب معلش يبقى احنا كده محتاجين نحسب الار، يبقى الار في الحالة دي هتساوي ار واحد على عددهم اللي هو على اتنين، يبقى ستة وستة، ستة على اتنين فيها تلاتة، ستة على اتنين فيها تلاتة اوم، دي اللي هي الار. يبقى كده الار هنقول تلاتة تربيع، دي ار توتال. بعد كده هنقول زائد الاكس ال هو عطاها لي بتمانية والاكس سي عطاها لي بتلاتة، يبقى تمانية ناقص تلاتة والكل تربيع. طيب يبقى 130 على الجذر التربيعي للتلاتة تربيع بتسعة زائد تمانية ناقص تلاتة بخمسة، خمسة تربيع بخمسة وعشرين، يبقى كده هتساوي 130 على جذر أربعة وتلاتين. ده الرقم ده اللي هيطلع هيساوي الاي افكتيف اللي هي 22 و29 من 100 أمبير. السؤال اللي بعده عايز فرق الجهد الفعال بين الـ A والـ B. لو شفنا الـ A أدي نقطة الـ A أهي ونقطة B أهي، يبقى الجهد الفعال اللي فيها بيساوي I الكلي في R الكلي أو بيساوي فرع منهم بس. يعني لو أنا خدت نص التيار عشان ده هنا 6 أوم وهنا 6 أوم هينقسم التيار بالتساوي، يبقى لو أنا خدت 6 أوم بس يبقى هاخد نص التيار، ولو خدت 3 أوم اللي هو ناتج التوصيل على التوازي يبقى هاخد التيار كله. في الحالتين أنا هقول الفرق الجهد الـ V بتاع الـ AB، الـ V بتاع الـ AB هيساوي الـ I في الـ R. الاي لو انا خدت الاي توتال اللي هو 22 و29 من 100 هاخده فيه 3 اوم اللي هي المحصله بتاعه الار داش، دي هتساوي كام؟ هتساوي 66 و87 من 100 فولت. السؤال اللي بعده رقم 3 بيقول عايز فرق الجهد الفعال بين الاي والدي. انا لو بصيت على الاي هتلاقيها هنا وبصيت على الدي هتلاقيها هنا، ده طبعا بيساوي فرق الجهد الفعال بتاع المصدر. يبقى كده الفي ده المطلوب الثالث، هنقول ال V بتاع ال A وال D ده هيساوي 130 فولت، ده اللي هو المصدر. آخر مطلوب عندنا اللي هو رقم 4 عايز القدرة المستهلكة، هنقول له الباور في الحالة دي هيساوي I تربيع في R اللي هي R داش. ليه؟ لأن أنا عندي ال XL وال XC لا تستهلك قدرة كهربية في الدائرة، عشان كده هيبقى فيها المقاومة بس هي اللي بتستهلك. هناخد الار كل تربيع اللي هو 22 و29 من 100 وهنربعه ونضربه في الار توتال اللي هي التلاتة، هيطلع عندي الناتج الباور هيطلع ب 1490.5 واط، ده اللي هو الباور المطلوب. بعد كده بيقول استنتج تعبيرا رياضيا لحساب تردد دائرة الرنين. اول حاجة احنا بنقول دائرة الرنين فيها XL بيساوي XC، XL بيساوي XC، عشان كده ال XL فيها 2 باي FL بيساوي XC 1 على 2 باي FC. لو انا ضربت طرفين في وسطين هيطلع عندي 4 باي تربيع F تربيع LC هيساوي 1. لما اجي اشوف انا عايزه مين؟ عايزه الاف، هقول له يبقى الاف تربيع في الحاله دي هتساوي 1 على 4 باي تربيع ال سي. هاخد جذر الطرفين يبقى بجذر الطرفين هيطلع عندي ان الاف بتساوي 1 على 2 باي جذر ال سي. السؤال اللي بعده بيقول قارن وجه بين الاميتر الحراري والاميتر ذو الملف المتحرك من حيث تدريجه. الاميتر الحراري تدريجه غير منتظم، انما الاميتر ذو الملف المتحرك تدريجه ايه؟ تدريجه منتظم، وعارفين السبب عشان ايه. التيار المتردد عايز المصدر، المصدر بتاع التيار المتردد اللي هو الدينامو او المولدات الكهربيه. التيار المستمر المصدر بتاعه بيبقى التفاعلات الكيميائيه اللي موجوده في البطاريات، يبقى التفاعلات الكيميائيه اللي هي ايه؟ اللي هي في البطاريه او الاعمده الجافه اللي بتعمل ايه؟ اللي بتعمل التيار المستمر. السؤال اللي بعده اللي هو السؤال رقم 8 بيقول ما هي العوامل التي يتوقف عليها كل منها؟ اول حاجه عايزين العوامل بتاعتها اللي هي الممانعه السعويه. احنا لسه قايلين ان الاكس سي بتساوي 1 على 2 باي اف سي، فهنعرفهم كده او نعلمهم ان انا عندي عاملين، واحد يتوقف على المكثف، واحد خاص بالمكثف والتاني خاص بالتيار. اللي خاص بالمكثف اللي هي سعه المكثف، واللي خاص بالتيار اللي هو تردد التيار. يبقى دول الحاجتين اللي بتوقف عليهم الممانعه السعويه. زاوية انحراف الاميتر الحراري،
زاوية انحراف المؤشر بتاع الأميتر الحراري بتتوقف على كمية الحرارة، وكمية الحرارة بتتوقف على مربع التيار، إنها بتتناسب طرد مع مربع التيار، يبقى مربع التيار أو مربع شدة التيار ده العامل الأول. العامل الثاني نوع مادة العنصر الفعال اللي هو نوع مادة السلك اللي هو الإيريديوم والبلاتين بتاع الأميتر الحراري. النمرة 10، السؤال اللي بعد كده بيقول ما هي العوامل التي تتوقف عليها تردد دائرة الرنين؟ بنقول ان احنا لسه مستنتجين التردد بيساوي 1/2 باي جذر ال سي، فبنقول الاتنين باي دي ثوابت، احنا هناخد جذر ال وجذر سي، يبقى هنقول كده الجذر التربيعي لمين ومين؟ الجذر التربيعي لسعة المكثف ومعامل الحس للملف، ومعامل الحس الذات لسعة المكثف، والجذر التربيعي برضو لمعامل الحس الذاتي للملف، معامل الحس الذاتي لمين؟ للملف. طيب الحاجة اللي بعدها، ماذا يحدث عند توصيل مصدر تيار متردد بمكثف؟ في حالة المكثف بنقول يتقدم شدة التيار، شدة التيار تتقدم على الجهد بمقدار ربع دورة، يبقى بمقدار 90 درجة أو بمقدار ربع دورة، 90 درجة أو ربع دورة على الجهد، ربع دورة على إيه؟ على فرق الجهد. الجزء اللي بعده بيقول ماذا يحدث عند توصيل مصدر تيار متردد مع ملف حس غير نقي، يعني هو فيه مقاومة. المهم احنا في كل الأحوال طبعا فيه مقاومة، يبقى معنى كده ان فيه استهلاك حرارة، طاقة كهربية على شكل حرارة يعني. والحاجة اللي هو أكيدة بقى اللي احنا بنتكلم عنها في التيار المتردد اللي هي ايه؟ ان بيتقدم هنا فرق الجهد، يتقدم فرق الجهد على فرق جهده على شدة التيار بمقدار ربع دورة، على شدة التيار بمقدار ايه؟ بمقدار ربع دورة. الحاجة الثانية والسؤال اللي بعده بيقول ماذا نعني بقولنا أن تردد التيار المعمول به في مصر 50 هرتز؟ هنقول تعريف التردد وبعدين نكتب الرقم في الآخر بس بوحدة أول كلمة، يبقى بنقول تردد التيار هو عدد الاهتزازات، هو عدد الاهتزازات أو عدد الدورات الكاملة التي يحدثها، الكاملة التي يحدثها التيار المتردد 50 دورة في الثانية الواحدة، في الثانية الواحدة. طبعا ده اللي معمول به في ايه؟ اللي معمول به في مصر. السؤال اللي بعده بيقول الزمن الدوري للتيار المتردد برضو 1/1000 ثانية. بنقول الزمن اي ان الزمن اللازم لعمل دورة كاملة، دورة كاملة بواسطة التيار المتردد، يعني التيار المتردد هو اللي بيعمله بواسطة التيار المتردد، يساوي كام؟ يساوي 1/1000 ثانية، 1/1000 ثانية. السؤال اللي بعده بيقول برضو ماذا نعني بالقيمة الفعالة للتيار المتردد بتساوي 5/10 أمبير؟ نقول أي أن شدة التيار المستمر، شدة التيار المستمر الذي يولد نفس الطاقة الحرارية، الذي يولد نفس كمية الحرارة، نفس كمية الحرارة التي يولدها التيار المتردد، التيار المتردد عند مروره في نفس المقاومة ونفس الزمن ونفس الفترة الزمنية يساوي كام؟ يساوي 5/10 أمبير. السؤال اللي بعده بيقول ما دلالة الكميات الفيزيائية الآتية؟ أول حاجة في ماكسيمم ساين أوميجا تي، يعني معنى كده إن هو ساين سيتا. طب مين اللي بيساوي في ماكسيمم ساين سيتا؟ اللي هو الإي إم إف اللحظية، يبقى دي اللي هي إيه؟ الإي إم إف أو الفي اللحظية. الأوميجا تي إحنا لسه قايلينها إن أوميجا تي اللي هي بتساوي السيتا أو اللي هي زاوية انحراف التيار. اللي بعده زاوية دوران الملف، زاوية دوران الملف أو بنقول عليها الزاوية المحصورة بين، الزاوية المحصورة بين خطوط الفيض، خطوط الفيض والعمودي على الملف، العمودي على الملف. اللي بعده 2 باي اف، دي اللي هي بتساوي أوميجا اللي هي السرعة
الزاوية. طبعا برضو لملف الايه الدينامو. السؤال اللي بعده بيقول اكتب الاساس العلمي لعمل كل من مع ذكر استخدام واحد لكل منهم. احنا لسه قايلين ان الاميتر الحراري الاساس العلمي له اللي هو التأثير الحراري، التأثير الحراري للتيار الكهرباء، ده الاساس العلمي. استخدامه في قياس شدة التيار المستمر، قياس شدة التيار المتردد والتيار المستمر، والتيار المستمر. السؤال اللي بعده عايز الاساس العلمي دائرة الرنين. هنقول الشحن والتفريغ المتبادل، الشحن والتفريغ المتبادل بين المجال المغناطيسي، المجال المغناطيسي في ملف الحث، في ملف الحث، والمجال الكهربي في المكثف، والمجال الكهربي في المكثف. طيب ده بالنسبة لفكرة عملها أو الأساس العلمي لها. طب واستخدامها بنقول في استقبال، في الاستقبال اللاسلكي، في الاستقبال اللاسلكي، لأن احنا بنستخدم دائرة الرنين علشان نستقبل المحطات الإذاعية اللي احنا عايزين نسمعها. السؤال اللي بعده احسب الممانعة الكلية لكل من الدوائر الكهربية الآتية. أول واحدة اللي هي فيها أربع مكثفات C1 وC2 وC3 وC4، بس اتنين منهم توازي واتنين منهم توالي. أول حاجة أنا هجيب C داش اللي هي بتاعة التوازي. السي داش بتاعة التوازي احنا بنتعامل لما نبقى السي، لما يبقى جاب لنا السي اللي هي ساعة المكثف، بنتعامل مع التوازي بقوانين التوالي، يعني كأنه متحدين مع بعض زي الأراض، زي المقاومات بتاعة التوالي. طب لما نيجي نشوف دول توازي بقى نستخدمهم كأنهم توالي، يعني C1 + C2. طب C1 بكام والC2 بكام؟ هو قال كلهم بيساووا بعض بخمسة مايكرو، يبقى معنى كده ان احنا عندنا 2 × 5 مايكرو، يعني 5 × 10^6. ممكن نخليها من غير ما نحولها المايكرون دلوقتي، وبعد كده نبقى نحولها لما نحتاجها. المهم عندي سي بعد كده اللي هي سي داش توالي، انا عندي كده 3 على التوالي، اللي هي سي 3 دي في الاول كانت موجوده من الاول، وسي 4 موجوده من الاول. السي الاخيره اللي هي سي ناتج التوازي اللي هنا ده كانه مكثف واحد ومتوصل توالي مع دول، يبقى كده اللي هو سي كام؟ اللي هو سي داش بتاعه التوازي. طيب هنيجي نشوف دلوقتي الناتج اللي عندنا. اول حاجة انا عندي هنا دي 2 × 5، وبلاش نحولها المايكرو خلاص، يبقى كده 2 × 5 ده ب10 مايكرو فاراد. الناحية التانية الجزء التاني هيبقى دول توالي، يبقى معنى كده هيبقى 1 على C بيساوي 1 على C3 زائد 1 على C4 زائد 1 على C داش. لما اجي اخد 1 على C يعني 1 على 5 زائد 1 على 5 زائد 1 على 10، ده بيساوي 2، او ده سي داش بعد ما نقلب يبقى سي داش توتال هتساوي 10 على 5، المفروض دي هتبقى 5 على 10، الناتج هتبقى 10 على 5 هتساوي 2 مايكرو فاراد. بعد كده هو عايز الممانعة الكلية، يعني عايز الاكس سي الكلية بتاعة المكثفات كلها، يبقى هنقول اكس سي داش اللي هي بتاع المكثفات كلها ب1/2 باي اف سي داش، يبقى 1/2 × 3/14 في الاف اللي هو جايبها لي ب50 في السي داش الكلية اللي هي 2 مايكرو، يبقى في 2 × 10^6. الناتج اللي هيطلع هنا الاكس سي داش هيطلع بكام؟ 15 × 15 = 2 علامة 35. في المسألة دي زي ما قلنا في الشكل رقم 2، انا عندي جبنا على التوازي اللي توازي اللي هو L1 و L2، جبنا ال توتال بتاعتهم طلعت بواحدة منهم على عددهم، يبقى 2 على 2 = 1 هنري. الجزء الثاني هناخد التوتال بتاع دي توالي مع ال L3 وال L4، هيبقى عندي ال توتال هتبقى L داش زائد L3 زائد L4، يبقى كده L4 و L3 ب2 وده 1، يبقى 1 و2 كمان يبقى 5 هنري، ده اللي هو ال توتال على التوالي كله. بعد كده هيبقى هو عايز الممانعة الكلية، يبقى هناخد ال XL هتساوي 2 باي FL داش اللي هي F توتال L توتال،
يبقى 2 في 3 و 14 من 100 في الخمسين اللي هي الاف في ال ال توتال بتاعتنا اللي هي 5، هيطلع الناتج الاكس ال هتطلع ب 1570 اوم. المسألة اللي بعد كده هيبقى عندنا الشكل رقم 3، هيبقى الشكل دوت عبارة عن دائرة ARL3، دائرة تيار متردد، وفيها مقاومة وفيها ملف حث وفيها مكثف. هنقول كده بكل بساطة، احنا عندنا الـ XL هو عايز الممانعة الكلية، يبقى هنجيب الـ XL، لان انا عندي الممانعة الكلية اللي هي زد. لو انا قلت كده ان زد هتساوي الجذر التربيعي لار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي ناقص اكس سي الكل تربيع، يبقى هجهز اكس ال واكس سي والار موجوده، وبعدين اطلع منها الناتج، يبقى اكس ال هتساوي 2 باي اف ال، الاثنين ماشي، و3 و14 من 100 في الاف اللي هي ب 50 في ال ال اللي هي 4 هنري. ده الناتج هيطلع عندي الـ XL هتطلع ب 1256 اوم. بعد كده هنجهز الـ XC، هيبقى 1 على 2 باي FC، يبقى 1 على 2 في 3 و 14 من 100 في 50 اللي هي التردد في C اللي هو عطاهالي ب 5 مايكرو، يبقى 5 في 10 أس سالب 6. هيطلع الناتج اللي عندي من الـ XC، هيطلع XC بكام؟ ب 6، 636 و 94 من 100 اوم. هنعوض بقى بالكلام اللي احنا عملناه ده اهو، هنعوض بيه في الزد عشان نجيب الزد، هتساوي الجذر التربيعي لار تربيع الار اللي كانت عندي اللي هي ب 6 اوم، يبقى كده 6 تربيع زائد الاكس ال فين 1256 ناقص الاكس سي اللي هي 636 و 94 من 100 اوم. هناخد الفرق بين الاثنين دول بعد ما نطرحهم نربع الناتج، دي 6، هيطلع عندي الزد في الحالة دي هتطلع الزد بكام؟ هتطلع بالجذر التربيعي ل 36 زائد 619 و 6 من 100 تربيع، هيطلع الناتج الزد ب 619 و 8 من 100 أو 89 من 1000 أوم. ده اللي هو ناتج الزد. دي المسألة اللي كانت معانا رقم 21. بعد كده عندنا المسألة رقم 22، بيقول مولد تيار متردد. مولد التيار المتردد اللي عندنا فرق الجهد، يعطي فرق جهدا 220 فولت. احنا قلنا لما بيبقى عاطيني كده يبقى هو قاصد الافكتيف وتردده 50 هرتز. بص لعلى التوالي مع ملف معامل تأثيره الذاتي 28 من 100 هنري، ومقاوم عديمة الحث 60 اوم، ومكثف سعته 397 و 8 من 10 ملي فراد. اول حاجة عايز المقاومة زد، يبقى انا لما اقول له هنا الزد هتساوي الجذر التربيعي لار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي الكل تربيع، هيطلع عندي هنا هقول يبقى كده الزد هتساوي الجذر التربيعي ل 60 تربيع زائد، ونفتح قوس 2 اللي هو مكان الاكس ال، لو انا قلت هنا يساوي الار تربيع اللي هي 6 60 تربيع هتبقى زائد، والاكس ال هتبقى 2 باي اف ال، وناقص الاكس سي هتبقى 1 على 2 باي اف سي. طبعا كل ده بعد الفرق هيبقى تربيعه تحت الجذر. هنيجي نعوض بقى عن الكلام ده، يبقى 2 في 3 و 14 من 100 في 50 اللي هو التردد في الحس معامل الحس اللي هو 28 من 100 ناقص 1 على 2 في 3 و 14 من 100 في 50 اللي هو التردد بتاع التيار في السي اللي هي ساعة المكثف 397 و 8 من 10 في 10 أس سالب 3 عشان هو عطاهالنا بالملي، ونقفل القوس ونربع وكل ده تحت الجذر. الناتج اللي هيبقى عندي هيطلع عندي ان الزد هتساوي الزد في الحالة دي هتساوي 106 و 435 من 1000 اوم. ده ناتج الحسابات طبعا اللي كانت موجودة معانا.
بعد كده المطلوب التاني هو عايز زاوية التور، هنقول له يبقى تان ثيتا في الحالة دي هتساوي اكس ال ناقص اكس سي على الار. الاكس ال ناقص اكس سي احنا كنا لسه جايبينها فوق ب 87912 من 1000، هنقسمها على ار اللي هي المقاومة، هيطلع الناتج عندي 1465، دي اللي هي تان ثيتا. لما نعمل شيفت تان هتطلع ثيتا بتساوي 55.6. اللي بعد كده اللي هو المطلوب الثالث هو عايز الاي افكتيف اللي هي شدة التيار الفعالة، هنقول له اي افكتيف هتساوي الفي افكتيف على الزد على زد، يبقى ده بيساوي الفي افكتيف هو عطانا 220 على الزد اللي هي 106 و435 من 1000، ده هيطلع الناتج ان الاي افكتيف 2.7 امبير. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.